بكل صراحة احنا كجمعية صوت الطفل نستنكر ما يقع للطفولة المغربية، يعني من عنف جنسي وكذا نفسي. اليوم احنا اليوم كندو ما وقع للطفلة، طفلة فاس، يعني العنف اللي تمارس عليها من طرف جدتها وعمها. حنايا اليوم كنددوا بكل صراحة بأن هذا العنف الجنسي في حق طفولتنا يجب أن يكون واحد الردع قانوني، يعني لا للمس بالطفولة المغربية ديالنا. دموع هذه الطفلة غاليين وبزاف، يعني ودموع أطفالنا في المغرب كامل. ما بكل صراحة احنا كل يوم كنقولوا بأن راه غادي مثل هاد الأشخاص راه غادي يترقوا في العقول ديالهم وغادي يترقوا، لأن المجتمع المدني وكذلك الصحافة تعطي واحد التحسيس، كتعطي واحد الجهود كبيرة في التحسيس في هادشي ديال الاستغلال الجنسي. ولكن اليوم اللي شفنا في هاد الكونفينمون لهنايا، يعني التكاثر ديال الملفات ديال اغتصاب طفولتنا المغربية، يعني من بينهم الطفل عدنان الله يرحمهم طفلهم، من بينهم الطفلة اللي اختفت في زاكورة، مضمتهم العديد من الأطفال. يعني ترقاو راه إلى متى حنايا غادي نبقاو في مثل هاد الجرائم؟ وكل صراحة مادام ما كاين واحد الردع قانوني، يعني في بعض الفصول في تشديد الأحكام مثل هاد الأشخاص، راه الجريمة ما غاديش تحد. يعني مثل هاد المجرمين 100% هو كيكون إما تمرس عليه في الطفولة ديالو، ولا كيكون انتقام، ولا تيكون كبت فيه. يعني لازم نددو ولازم نخرجوا بحملات تحسيسية وحملات توعوية، يعني نديروا يد في يد مع الصحافة، مع وسائل الإعلام، يعني باش نخرجوا بواحد النداء اللي يكون مكتل تضامنا مع أطفالنا في المغرب. لا للتحرش الجنسي، لا للعنف الجنسي، لا للعنف النفسي. احنا كنقولوا 100% هو مرض نفسي، يعني هاد الفئه اللي كتمارس هاد العنف على الاطفال ديالنا، يعني هي كتلقى 100% تمارس عليها في الطفوله ديالها، ولا كيكون انتقام، يعني ولا كيكون تتكون مساله كبت. هادو هما هاد الانواع اللي كيجعلوا مثل هاد الاشخاص كيمشيو الطفوله المغربيه ديالنا. غادي نقولوا هناك عديد من الملفات، يعني غادي نطرقوا غير هاد الاسبوع صدفنا ثلاثه ديال الملفات. يعني اب كيمارس على الاطفال ديالو بثلاثة ملي سولته الأم، يعني وفي نفس الوقت كيهدد ملي سقط الخبر الأم تهددها بالقتل. ملي دوات معاه الأم وقالت لي علاش هاد الشيء كديروا على الأطفال ديالك، تتمارس على هاد الأطفال ديالك هاد الممارسات اللي هي ما خصهاش تكون، قال لها كنتقم منك باش ما تطلقي مني وتبقي معايا. يعني كتلقى اشخاص اللي عديمي الوعي، يعني ملي حنا كنطرقوا لواحد الوعي اللي كيكون وعي وازن، راه ما يمكنش لينا غادي نمشيو لهاد الجرائم. ملي ما كيكونش الايمان، ما كيكونش التقوى بالله سبحانه الا هو، يعني كنوليو مثل الحيوانات، وحاشا ولي تمثل نكونوا كحيوانات.
حتى الحيوان راه كيميز. وهناك ملف كذلك من مدينة تيزنيت الأيام اللي الطفلة كسترجها 40 من امام المؤسسه ديالها يعني تحت التهديد. يعني هناك عديد والعديد من الملفات. يعني كنقول لكم ملي مازال ما كايناش التوعيه، يعني التوعيه التحسيسيه اللي تكون مثلا في التلفزيون في الراديو في التليتيبوز يتحركوا مثلا فهاد التوعيه الجنسيه، يعني حتى في المقررات راه كان كتبقى واحد الجرم اللي هو جرم صامت وكل يوم كيغدا. يعني ملف غادي نهضروا عليه غادي نكتبوا عليه، لا خصنا العلاج لمثل هاد الجرائم. راه بحال كنعالجوا ضاء السرطان بالضوء الاحمر وهذا الشيء لا يعقل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.